بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنرحب بيكم في موقع النقابة المحترم في قاعة المجلس النقابة. احنا كان عندنا النهاردة اجتماع مع اتحاد محامين الهيئات العامة بخصوص قانون الإدارات القانونية 47 سنة 73. فالأستاذ علي الصغير طلب مني أن أنا أحضر في هذا الاجتماع، والأستاذ أسامة سلمان باعتبارهم أعضاء الإدارات القانونية. هذا المشروع كان النقابة العامة لها دور رئيسي وكبير في إظهاره للنور، والنقيب العام أستاذ سامي عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب كان متبني هذا المشروع منذ اللجنة الفرعية للإصلاح التشريعي، وتم وضع 7 مواد تخص محامي الإدارات القانونية اللي هي تعرضت على اللجنة الفرعية للإصلاح التشريعي برئاسة معالي النقيب، ثم رفعت للجنة العليا للإصلاح التشريعي التي كانت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محلب. الملامح الرئيسية للمواد دي كانت بتدور حول بدل التفرغ ان يكون 100% من الاجر الاساسي، وبدل الانتقال ايضا ان يكون 100% من الاجر الاساسي، لأن بدل التفرغ الحالي لا يتناسب مع محامي الإدارات القانونية. وكان تم وضع مادة لفتح الهيكل التنظيمي لمحامي الإدارات القانونية كان نهايته مدير عام شؤون قانونية، فتم رفع الحد الأقصى مساعد رئيس شركة، مساعد رئيس هيئة، نائب رئيس هيئة، مساعد رئيس هيئة. فالهيكل التنظيمية دي هيتسكن عليها المحامين الذين يترقوا إلى الدرجة الأعلى. أيضا فتح الوظائف في أدنى الهيكل التنظيمي للمحامين بحيث أن تستوعب أي شركة أو هيئة أو شركة قابضة كافة الترقيات التي تتم داخل الإدارة القانونية، لأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إذا ما كانش فيه وظيفة خالية في الهيكل التنظيمي لا يتم ترقية المحامي عليها. فبالتالي ده كان فيه يعني لاقى قبول لدى محامي الإدارة القانونية. أيضا هناك مادة خاصة بالحصانات الواردة في المادة 198 في الدستور المصري، ولأول مرة يوضع باب في الدستور للمحامين سواء محامين إدارة قانونية أو محامين أصحاب المكاتب. المادة 198 بتقول إن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع، يمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامي الإدارات القانونية بكافة الحصانات والامتيازات الواردة في جميع القوانين، ولا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جريمة وقع منه بسبب أو أثناء تأدية وظيفته. فالمحامي هو في مكتب الخبراء بيأدي وظيفته، في تحقيق أمام النيابة بيأدي وظيفته، في قسم الشرطة بيأدي وظيفته. وبالتالي أصبح المحامي محمي بنصوص قانونية ودستورية. فإحنا في التعديلات دي بنبغي تفعيل هذا الدستور. زي ما قلت في بداية الحديث إن النقيب متبني هذا المشروع، وفعلا طلب إعداد مشروع نهائي بالتوافق مع جميع الإدارات القانونية في كافة الهيئات العامة والشركات والشركات القابضة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% فأكثر، وأن يكون هناك توافق عام على المشروع حتى يتم رفعه للجنة التشريعية في مجلس النواب لتدرس أهم الملامح فيه، ويتم عرضه على مجلس النواب بمشيئة الله حتى
يتم الموافقة عليه. أنا شايف أن قانون المحاماة رغم أنه مر في معترك كبير إلا أنه في النهاية مجلس النواب وافق عليه وصدق عليه رئيس الجمهورية، وإحنا بنكن كل تقدير لسيادة الرئيس لتصديقه على هذا القانون. أيضا نتمنى أن مجلس النواب ينتهي من مشروع الإعدادات القانونية، لأن القانون 47 سنة 73 منذ 73 لم يتم تعديل أي مادة في هذا القانون، فهو حاليا في حاجة إلى تعديل حتى يستطيع محامي الإعدادات القانونية أن يؤدوا دورهم المطلوب منهم والمنوط لهم في ظل سيادة القانون وفي ظل تشريع نحترمه ونجله. ونعتقد أن ما فيش حد في مجلس النواب عنده اعتراض على هذا المشروع على الإطلاق، وسوف يمر القانون مرورا في المجلس حتى ينتهي. النقيب قال بالحرف الواحد أن أنا متبني هذا المشروع وسوف أقدمه بنفسي، وإن شاء الله سوف يظهر. أعتقد أنه يتقدم في أكتوبر، قبل نهاية أكتوبر، حتى يعني في الفصل التشريعي الحالي انتهى قانون الإدارة القانونية. وإني والأستاذ علي الصغير عضو مجلس النقابة عن الإدارة القانونية، وأيضا الدكتور هشام لطفي عضو مجلس النقابة العامة عن الإدارة القانونية، الأستاذ أسامة سلمان عضو مجلس النقابة العامة، الثلاثة مقاتلين من أجل أن ينتهي هذا المشروع أيضا. فأنا شخصيا أحيي وقفتهم بجانب زملائهم محامي الإدارة القانونية، وأنا من الناس اللي بيأيدوا تعديل هذا القانون تحت مظلة النقابة العامة وبمعرفة معالي النقيب العام الأستاذ سامح عاشور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد محامين العرب، لأن محامي الإدارة القانونية كلهم ثقة في هذا النقيب الذي يهم مصلحة المحامين، وأن نقف على أرض ثابتة من أجل هذا الوطن العظيم الذي نعيش فيه.